بمؤشرات شديده السلبيه انطلق العام الجديد في لبنان فالليره اللبنانيه تواصل هبوطها القياسي امام الدولار واسعار المحروقات والسلع والخدمات ترتفع بدورها في ظل انحدار متواصل في مستوى المعيشه وانعدام القدره الشرائيه وفي الانتظار يترقب لبنان الرسمي زيارة بعثة صندوق النقد الدولي بعد أيام قليلة لبدء المفاوضات بشأن ما يسمى بخطة التعافي الاقتصادية خطة التعافي وهيدي بتشمل إصلاح المالية العامة عن طريق التقشف يعني تخفيض النفقات وزيادة الواردات وبتشمل أيضا أفكار حول هيكلة النظام المصرفي المهم نحن مارئين بمرحلة صعبة بعد الخطة بعد التوافق على البرنامج مع صندوق النقد الدولي لأنه في تقشف والوضع الاجتماعي صعب الخلافات السياسية والتعطيل المستمر والمتواصل لجلسات مجلس الوزراء يزيد الأمور تعقيدا فالخطة تحتاج إلى إقرارها رسميا على طاولة الحكومة هذه البعثة ستأتي للقيام بمفاوضات يعني بعدنا بأول مسار المفاوضات مع الصندوق الحكومي لا تجتمع واي مفاوضات مع الصندوق ستخلص الى برنامج ستحتاج حكما الى الموافقه من الجانبين من الصندوق عبر مجلس المديرين فيه ومن الحكومه اللبنانيه وحتى الان لا لا اي مؤشرات تدل انه هناك اجتماعات لمجلس الوزراء ويشدد صندوق النقد على خطوات تقشفيه منها توحيد سعر صرف الدولار في الاسواق، واقرار اصلاحات تكافح الهدر والفساد، واقرار موازنه ماليه، واعاده هيكله القطاع المصرفي، وتوحيد ارقام الخسائر، وتوزيعها بشكل عادل. وفي ظل الازمه المستمره، يبدو افق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي غير مكتمل المعالم بحسب خبراء وسط مخاوف من غرق الخطه الاقتصاديه في رمال الخلافات السياسيه. بين متحفظ عليها ورافض لها سلمان عندار سكاي نيوز عربية بيروت